بالذات. إلى أي حد هل الفكرة هذه يمكن تنجح عمليا؟ لأن العصيان يتطلب قيادة موحدة، يتطلب ربما أنت تحكي على الزرصة تكون حاضرة فعلا جاهزة. الآن المعارضة بالكاد تجمع أنفسها، بالكاد أن المعارضة اليوم جبهة الخلاص قدرت أطراف سياسية متنوعة تجتمع، هناك معارضة أخرى رافضة لسعيد ولكن لا تقف في نفس الشارع. يا سيدي يا سيدي، المسؤولية ماهيش لا مسؤول جبهة الخلاص ولا مسؤولية المرزوقي ولا مسؤولية كده، مسؤولية التوانسة الكل. راكم ماكمش فايقين، راكم ماكمش فايقين، راكم مش فايقين بالخطر الذي يتهددكم. والله ورب العزة، يعني إذا كان يتواصل الأمر لما تجوعوا في كروشكم، والله ورب العزة يتواصل هذا لما تلقاوش الماء باش تشربوا، والله ورب العزة ما تلقاوش التريسيتي، والله لما يصير فيكم أكثر من اللي صار في 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 لبنان. فيقوا يا رسول الله، فيقوا يا رسول الله. المسؤولية ماهيش مسؤولية شخص ولا حزب ولا منظمة. الجيش لازم ياخذ دوره، الامن لازم ياخذ دوره، الدوله العميقه لازم تاخذ دوره، الناس كلها لازم تاخذ دوره. يا رسول الله، امكم قاعده تموت تحت عينيكم، وواحد مجنون يعني يقرط فيها، وانتم تتفرجوا وتتفائلوا شكون باش يكون الزعيم وشكون باش نعمل الحكم. هذا معقول؟ سي سيتواسيون دورجونس، راهي تونس قاعده تغرق، قاعده تموت، قاعد نشوف فيها انا من بعيد، وقلبي يعصر عليا وقت اللي نشوف اش عملنا 50 سنة باش نوليو دولة قانون ومؤسسات. جي هالخردوق هذا يخرج من لا شيء، ما عمرنا ما سمعنا به، فهمني، ويلقى ناس تكون تصفق له، ويلقى خمسة يعني يكتبوا له دستور على مقاسه باش نعاودوا نرجعوا 50. يقول لك لا لا رجوع الى الوراء. انا رجوع الى الوراء؟ انت رجعت الى وراء الوراء الوراء الوراء، انت رجعت للخمسينات يا متخلف. انا رجوع الى الوراء. نعم دكتور، في مقابل الموقف الداخلي الذي يكاد يكون مجمعا حتى من باب يعني التوصيف، حتى وان لم تلتقي المعارضة في نفس الشارع، الموقف الدولي، هل تطور الموقف الدولي موقفه من 25 جويليا؟ طبعا انا بالنسبه لي شوف، انا حتى هذم الممولين نتاعه هذا الحلف المصري السعودي الاماراتي، انا عندي قناعه انهم اصبحوا غير مقتنعين. انا عندي قناعه انه اصبح بالنسبه لهم يعني رجل يعني واضح بالنسبه لهم اللي ما ادريش المهمه، هم مش حاجتهم، حاجتهم واحد سيسي، واحد جدع، واحد دكتاتور حقيقي، هذا حاجتهم. اكتشفوا اللي هو لا ينجم يكون، لا يبين لا يعلم، لا ينجم يكون ديمقراطي ولا ينجم يكون دكتاتور، لانه شخص غير سوي وغير مريض. وبالتالي انا الشيء اللي خايف منه فعلا هو انه فعلا يعني هو محسوم داخليا ومحسوم خارجيا. خارجيا الدول الديمقراطيه كلها تعرف اللي هذا يعني رجل معادل. ما الذي يشد عضده 9 أشهر اذا كان معزول داخل تونس وخارجها؟ وهذا هو المشكل، يعني تو الناس كلها يعني تشوف شنو هي البدائل، وما هيش يعني القصه هي قضيه البدائل. هو تو هذوك جماعه اللي يسميه محور الشر يلوجوا، يلقاو شي سيسي واحد يعني يسحب البساط وكذا، والاطراف كلها توج. انا بالنسبه لي هذا الرجل امره محسوم، سينتهي اما قلت لكم اما في الرازي واما في المرناقيه، فهمني، ولا في الاثنين. تو القضيه بالاساسيه هو الاسراع، ما عادش عندنا وقت، راهو ما عادش عندنا وقت. رانا المشكل هاونا، عاود نقول لك مره اخرى، حل تونس هو حكومه مستقره 5 سنوات لاهيه بالاقتصاد، ما عدا هذا كله كلام فارغ، لانه الدستور موجود، الحريات موجوده، كل شيء مضمون. الان فقط نتخلصوا من هالزرصه هذه، فهمني، تطيح الزرصه هذه، ويصير عندنا بسرعه انتخابات حره ونزيهه، وتفرز حكومه مستقره، وتبدل القانون الانتخابي باش ما تجيناش حكومه زاد ملصقه بالطروف بالبزاق من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، حكومه تجي بها انتخابات، تتبدل القانون الانتخابي باش تفرز مع عوده الشرعيه البرلمانيه. طبعا ثم حتى خيار اخر غير خيار يعني رجوع الشرعيه. والناس اللي تتحدث في مجموعتنا على الحوار مع هذا الشخص، راني نقول لهم راهو يزي منها الواحد، يزي منها الرويق، لانه فعلا رويق. انا مانيش ضد الحوار، انا اللي دخلت الحوار قصر قرطاج، عامين والناس تحاور في قصر قرطاج، انا اللي دخلت الحوار وبعد كده قلت لهم وقت اللي قالوا لا نحبوه برا سيدي فكوا. انا نعرف قيمه الحوار، وانا انسان يعني اؤمن بالديمقراطيه وبالسلميه الى اخره، لكن زاد انا اعرف وانا تلميذ مانديلا انه في وقت من الاوقات تقول نو، هذا لا، هذا انتهى، هذا يمشي، انا ما تحاورش مع الابارتايد، الابارتايد اسمه ينتهي، انا ما تحاورش مع هذا، دي دكتاتور متخلف يحب يرجعنا للخمسينيات. احنا ما صدقنا الربي، عملنا دستور اللي هو يضمن الحريات ويضمن الحقوق ويضمن المؤسسات المستقره ويضمن برلمان ويضمن انه رئيس جمهوريه ما عادش ينجم له دكتاتور، يرجعنا هذا للخمسينيات ويقول لك لا رجوع الى الوراء. انا وراء هو اطمان دكتور، رجعت 50 سنه التالي، رجعت للتخلف الشرقي القديم.
احنا كنا نورت الامه العربيه. اليوم مش اليوم مسخره، اليوم مش نعاودوا نرجعوا في مستوى العراق بتاع صدام حسين ولا بتاع بشار الاسد. هذا هالكلام هذا كله للقومجيين، هذاك بتاع ربع سوردي اللي يصفقوا لكل الدكتاتوريين. لكن الشعب التونسي الجديد، الشعب المواطنين اليوم بحاجه الى دوله قانون ومؤسسات، بحاجه الى رئيس جمهوريه يحترم القانون ويحترم الدستور، بحاجه الى شو بحسب عنيد المحامين. رده وقعت رده ريجريسيون بكيفيه رهيبه، ما رجعوش لورا. انت رجعت 50 سنه لورا يا سيد. نعم.